الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق وصدق، أشهد بها مع الشاهدين، وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين. وأشهد أن الحلال ما أحله الله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة، هذا إن شاء الله سيكون درسنا الأول مع الكتاب بعد درس المقدمة أو حلقة المقدمة التي ألقيناها في الأسبوع الماضي. تحدثنا في هذه الحلقة عن بعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها، منها المبادئ العشرة التي كانت تلخص ما ينبغي على طالب العلم معرفته عن العلم الذي يدرس فيه. بإذن الله جل وعلا، قبل أن نبدأ على مقدمة الكتاب، سنقول إن شاء الله كلمات يسيرة عن ترجمة الشيخين، صاحب المتن وهو شيخ أبو شجاع، وصاحب الشرح وهو الشيخ ابن قاسم. دعونا نبدأ مع صاحب الأصل وهو الشيخ الإمام العلامة الحبر الفهامة شهاب الدين القاضي أحمد بن الحسين، وقيل أحمد بن الحسن، كلاهما ورد في الكتب، الأصفهاني الشافعي. الأصفهاني الشافعي نسب نسبة إلى مدينة أصفهان، وهي إحدى مدن جمهورية إيران. الشهير بأبي شجاع، كانت كنيته الشهيرة أبي شجاع، ويقال أيضا أبي الطيب، هذه الكنيتين ثابتة لهذا الشيخ. هذا الشيخ كان مشهورا بالديانة والصلاح والعبادة، كان قاضي في فترة من فترات حياته، كان يقضي بين الناس وعين قاضيا. يقال أنه درس علم الفقه على مذهب الإمام الشافعي في مدينة البصرة أكثر من 40 سنة، كان يجلس لتدريس الناس علم الفقه في مدينة البصرة. روى عنه تلميذه الحافظ السلفي قال، روى عنه حديثا بسنده إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله عز وجل مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث رواه السلفي بسند كان فيه الشيخ أبو شجاع، القاضي أبو شجاع. هذا الشيخ يعني اختلف في مولده كما اختلف في وقت وفاته، لم يكن معروفا بهذه الدقة متى ولد ومتى مات. يقال أن مولده كان سنة 34 و400 بالبصرة. والده أيضا ولد
بمدينة اسمها عبدان، وجده الأعلى كان من أصول فارسية من مدينة أصفهان أو أصبهان، كلاهما وارد في الكتب. هذا الشيخ أبو شجاع هناك خلط بينه وبين أبي شجاع آخر. هذا الشيخ أبي شجاع كان قاضي، وهناك شيخ معروف اسمه أبي شجاع الوزير، كان وزيرا وله مؤلفات كثيرة، لذلك يخلط بعض أصحاب التراجم بينه وبين هذا الشيخ، وله مؤلفات كثيرة أشهرها الكتاب الذي بين أيدينا وهو مختصر أبي شجاع. هذا الكتاب قال عنه الخطيب الشربيني، قال إن مختصر أبي شجاع من أبدع المختصرات في الفقه، يعني هذا المختصر ليس له مثيل في كتب الفقه، يعني مدح هذا المؤلف كما جمع فيه الكثير من مواضيع الفقه واختصر على تفريع المسائل بدقة وعناية، لذلك مدحه. وصاحب الترجمة، صاحب الترجمة هو الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قاسم الغزي، اسمه أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن محمد شمس الدين الغزي، نسبة إلى مدينة غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها ظلم الظالمين ويعيدها إلى حضيرة الإسلام سالمة غانمة. ثم القاهري أيضا كان له فترة عاش فيها في مدينة القاهرة وهي عاصمة مصر، الشافعي مذهبا، الشافعي مذهبا. ويقال هذا الشيخ أيضا كما يعرف ابن قاسم، يعرف أيضا باسم ابن الغرابيلي، اسم الغرابيلي، هذان الاسمين ثابتة لهذا الشيخ. ولد سنة 859 هجرية وتوفي سنة 918 هجرية بالقاهرة، أي عاش قرابة 60 سنة، 59 سنة. هذا الشيخ حفظ القرآن الكريم والشاطبية والمنهاج، المنهاج هو منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام أبي زكريا يحيى النووي، أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي الدمشقي الشافعي. وهناك أيضا ابن قاسم آخر لهذا الشيخ، أيضا شيخ يشترك معه الاسم، اسمه ابن قاسم العبادي، اسم ابن قاسم العبادي، وربما ترى بعض الحواشي كتابة اسمه في الحاشية. هناك الكثير من الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم الشرعي، ربما تجد إذا كانت لديك نسخة طبعة المنهاج وأوردها بالسلسلة، الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم، والعلم الشرعي غالبا العلماء دائما يذكرون شيوخهم، لأن هذا العلم بالتسلسل، هذا العلم بالتسلسل وليس علما ينشئ فيه الإنسان ويتعلمه لذاته بدون أن يرجع إلى شيخ أو إلى عالم يفصل له ما اشتبه عليه. هذه كانت نبذة مختصرة عن المؤلفين. هذا الكتاب الذي بين أيدينا له ثلاثة أسماء، يعني كثرة الأسماء. هذا الاسم الأول هو فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، هذا هو الاسم الأول، لأن كتاب الأصل له اسم وهو متن الغاية والتقريب،
فقال لا بد أن نذهب إلى السجع. من يعرف علم البلاغة يدرك السجع، وهو أن تتوافق الكلمات في أواخر الكلمة. قال القريب، الفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، أي متن الغاية والتقريب. وهناك اسم آخر لهذا الكتاب وهو القول المختار في شرح غاية الاختصار، لأن كتاب الأصل أيضا له اسم غاية الاختصار. وهناك اسمين يعرف بكتاب المتن وكتاب الشرح، وهما شرح ابن قاسم الغزي ومتن أبي شجاع. تمام، ذكرنا، نقرأ إن شاء الله المقدمة، نقرأ المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ المقدمة، إن شاء الله نركز خلال تدريسنا لهذا الكتاب على شرح يسير، لأن الكتاب أصلا شرح، وإذا طولنا في الشرح ربما تطول معنا المدة. لأجل اختصار إن شاء الله المدة، سنركز على شرح الكتاب وشرح بعض الألفاظ الغامضة أو الألفاظ التي يصعب على طالب العلم فهمها. قال الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق الفهامة شمس الملة والدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الشافعي. قال شيخ الإمام، الإمام العالم، الإمام هو من له إمامة في العلم والدين، العالم هو المشتغل بالعلم الشرعي تدريسا ودراسة ونشرا، الملم بأحكام الكتاب والسنة، العارف بقواعد الملة واللغة، العارف بقواعد اللغة وقواعد الدين، المطلع أيضا على أقاويل العلماء من السلف والخلف، هذا هو العالم. المحقق المدقق الفهامة كلها صفات إضافية يضاف إلى هذا الشيخ. التدقيق والتحقيق هو إخراج الألفاظ والكلمات من أصلها، معرفة ما هي هذه الكلمة ومن أين جاءت وهل هذه الكلمة صحيحة نسبة إلى قائلها، هذا هو التدقيق والتحقيق. شمس الملة والدين، ربما ترى العلماء الذين عاشوا في القرن الرابع والخامس والسادس غالبا يضاف إلى اسمهم شمس الدين، برهان الدين، تقي الدين، تعرف تقي الدين السبكي، جمال الدين، الكثير يعني من العلماء كان معهم ألفاظ تنسب إلى الدين. فمثلا اسم محمد غالبا يضاف إلى شمس الدين، اسم محمد غالبا يضاف إلى شمس الدين، اسم عبد القادر يضاف إلى محي الدين، اسم أحمد إما تقي الدين، وأحيانا يعني يضاف إلى اسم آخر، عبد الرحمن جمال الدين، إبراهيم برهان الدين، هذه كانت أسامي اشتهر العلماء في هذه الفترة بأخذها كألقاب. وإضافة الدين إلى هذا الاسم هي يعني استشراف وطلب أن تخدم هذا الدين وتفيده. قال شمس الملة والدين، الملة والدين مترادفان نفس الشيء، يعني هي شريعة. أبو عبد الله محمد بن القاسم الشافعي سقى الله ثراه صبيب رضوانه، أي أعطى الله سبحانه وتعالى ثراه بمعنى قبره، سقى الله صب عليه رضوانه ورحمته، رضوانه ورحمته، آمين. قال
الحمد لله، أي أبدأ كتابي هذا بالحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب، تبركا بفاتحة الكتاب. القرآن بدأ بقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، كما بدأ القرآن بلفظ الحمد له وهي الحمد لله رب العالمين. هذا الشيخ عندما كان يؤلف هذا الكتاب بدأ أيضا بالحمد له، يقول قلت وبدأت كتابي بالحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب هي الفاتحة، سورة الفاتحة، لأنها ابتداء كل أمر، ابتداء كل أمر ذي بال. هناك حديث مع أن العلماء ضعفهم يقول كل أمر ذي بال يبدأ فيه بالحمد لله، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أو أجذم. هذا الحديث ضعيف، وهذا الشيخ يعني يستنبط من هذه المقولة من هذا الحديث كل أمر ذي بال، أي ذي بال ذي شأن، كل أمر في الشريعة الإسلامية يهتم به، كل أمر في الشريعة إما واجب وإما مباح وإما مشروع وإما مسنون، هذه الأمور تسمى ذي بال. أما الأمور الحرام والمكروه لا يسمى أمور ذي بال. لذلك لا ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى أو أن نسمي ونقول بسم الله عندما نبدأ بأمر حرام، لا نقول. أما الأمر المباح والأمر الجائز، الأمر الواجب والمسنون، كلها نبدأ بالحمد لله وبسم الله. وخاتمة كل دعاء مجاب، كل دعاء مجاب، أي آخر ما يقوله من يدعو الله سبحانه وتعالى ودعاؤه مرجو الإجابة، دعاؤه مرجو الإجابة. الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن أهل الجنة ذكر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذن الشيخ أخذ من هذه الآية أن دعاء المؤمنين في الجنة دعوة مجابة، فلذلك قال وخاتمة كل دعاء مجاب. وكما نعرف من عقيدة أهل السنة والجماعة أن دعاء المسلم الذي استوفت الشروط وانتفت عنها الموانع مجابة، كل ما يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى ويسأله دعوة مجابة. والإجابة إما تكون إجابة معجلة، إما أن يجد ما سأل الله سبحانه وتعالى به في الدنيا، هذه الدعوة مقبولة في الدنيا، وإما أن يدفع الله سبحانه وتعالى عنه شرا كان يأتي إليه، وإما أن يؤخر الله سبحانه وتعالى دعوته إلى يوم القيامة وتكون حسنة من حسناته، وتكون حسنة من حسناته. روى الإمام الألباني في كتابه صحيح الترغيب والترهيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يوجد مسلم
يدعو الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يسأله بشيء، بشرط أن لا يكون في دعائك إثم. لا تدعو الله سبحانه وتعالى وتسأله مثلا بشيء حرام يعني ليس فيه ذنب ولا قطيعة رحم، لا تقطع أقاربك وأرحامك إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء ثلاث، إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، إما أن يجد جواب دعائه ويجد ما سأل الله سبحانه وتعالى عنه في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، أي يبقيها الله سبحانه وتعالى دعوته لم يجد أثر هذه الدعوة في الدنيا لكن سيجدها في الآخرة حسنات، سيجدها في الآخرة حسنات. وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، هناك مصيبة أو مشكلة كانت قادمة إليك فيدفع الله سبحانه وتعالى عنك هذه المشكلة بسبب دعوة دعوت الله سبحانه وتعالى فيها. قال الصحابة: إذن نكثر، أي ندعو الله سبحانه وتعالى كثيرا. قال: الله أكثر، أي الله يكثرها لك. هذا الحديث صحيح. وآخر دعوى المؤمنين في الجنة، وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. الحمد لله أيضا كما ذكرنا في الآية الآنفة الذكر: آخر دعوى المؤمنين في الجنة، المؤمنين يدعون الله سبحانه وتعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أحمده، بدأ الشيخ ببداية الحمد له: إن الحمد لله، هذه كانت جملة اسمية، وهذه أحمده جملة فعلية، وكلاهما حمد له، كلاهما حمد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نفس الشيء، كان يحمد الله سبحانه وتعالى مرتين في المقدمة، كان يقول: إن الحمد لله نحمده. إن الحمد لله هذه جملة اسمية تثبت الحمد لله سبحانه وتعالى، فتقول نحمده أي أحمد الله سبحانه وتعالى. أيضا يقال إن الحديث المشهور الصحيح أنه قدم مكة صحابي اسمه ضماد، هذا الصحابي كان من أزد شنوءة هذه القبيلة، وكان يرقي من هذه الريح، أي كان يشفي الناس من الجن، كان يشفي الناس من الجن والجنون. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه، اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، أي أشفي الناس من الجن، إذا كان بك جنون ربما أشفيك منه، فهل لك يعني فهل تقبل أن أداويك من الجنون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قرأ عليه فقط هذه الحمدلة، هذه الحمدلة قرأ عليه، فقال: أعد علي كلماتك هذه، يعني كرر هذه الكلمات التي قلتها، أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كرر مرة ثانية ثلاث مرات. قال: لقد سمعت قول الكهنة
وأقول السحرة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، يعني أعرف كل من يتعامل مع الجن والسحر والكهنة وغيرهم وأعرف كلامهم، فلم أسمع قولك هذا مثله أبدا. وقول الشعراء ولقد بلغنا ناعوس البحر، قال هات يدك أبايعك على الإسلام. هذا الرجل بمجرد أن سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه هو الحق، فقال هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، لأنه كان صاحب نفوذ في قومه، قال هل تبايعني نيابة عن قومك؟ قال وعلى قومي. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أي جيشا إلى مكان، فمروا بقومه، بقوم ضماد، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء، أي هل أخذتم من هذا القوم شيئا؟ فقال أحد الصحابة من الجيش أصبت منهم مطهرة، يعني شيء يتوضأ به. قال ردوه، إن هؤلاء قوم ضماد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي ضماد أحمده، إن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله نحمده، فجمع بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية. أحمده أي أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده. أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق وألهم وأعطى الإذن لمن أراد أن يتفقه في الدين على وفق مراد الله سبحانه وتعالى، لأن هذه إرادة من الله سبحانه وتعالى. والحديث الذي سيأتي أيضا حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه الصحيح في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذه إرادة من الله سبحانه وتعالى للعباد أن يتفقهوا في الدين، هذه إرادة من الله سبحانه وتعالى، ومن أراده الله سبحانه وتعالى بهذا الفقه أراد به الخير الكثير. وأصلي وأسلم على أفضل خلقه، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصلي أي أبدأ الصلاة والسلام على أفضل خلقه، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق، هو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أفضل من غيره من الخلائق، حتى الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المرسلين وأفضل البشر على الإطلاق. محمد سيد المرسلين، القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، السيادة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم بنص الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وعلى آله وصحبه، اللهم صل وسلم أيضا على آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أي أصحابه، وسنعرف من هم الآل ومن هم الصحب إن شاء الله خلال بقية المقدمة. مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين، أي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين، أي ما ذكره الذاكرون، ما ذكره الذاكرون وسهى عن ذكره الغافلون. إذن هذه تشمل كل الأوقات، كل الأزمان، الليل والنهار، يعني كل الساعات. هذه العبارة أوردها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، أوردها قال: وأصلي وأسلم، قال: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. وكتاب الرسالة هو أول كتاب صنف وألف في أصول الفقه، أول كتاب ألف في علم أصول الفقه، ألفه الإمام محمد ابن إدريس الشافعي. لهذه الكلمة يقال كما في كتاب طبقات الشافعية للسبكي، يقول إن ابن بيان الأصبهاني وهو رجل عالم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في المنام، ثم قلت: يا رسول الله، محمد ابن إدريس الشافعي ابن عمك، هل خصصته بشيء؟ هل نفعته بشيء؟ سأله: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا خاصا للإمام الشافعي، وهذه رؤيا، ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام حقيقية، لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، سألته إذا نفع بشيء للإمام الشافعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم له في المنام: سألت الله سبحانه وتعالى ألا يحاسبه، سألت الله سبحانه وتعالى ألا يحاسبه. قال: فبما استحق هذا؟ لماذا استحق أن ينجو من حساب الله سبحانه وتعالى؟ قال كلمة قالها، وهي: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، بهذه الصيغة. إذن هنا المؤلف يريد أن يذكر الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت. هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب، هذا كتاب في غاية الاختصار، أي بمنتهى الاختصار، يعني يصعب أن يوجد كتاب يختصر ما أورده هذا الكتاب بكاملها ويكون بهذا المستوى، أي غاية الاختصار، يعني أدنى أو يعني أقل ما يمكن أن يختصر فيه الشيء والتهذيب. وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب، يعني ألفت هذا الكتاب على شرح الكتاب المسنى بالتقريب، وهو متن الشافعية. فذكر ثلاثة أمور أو ثلاثة أسباب ألف بها الشيخ هذا الكتاب لأجلها. السبب الأول قال: لينتفع به المحتاج من المبتدئين، هذا الكتاب مخصوص للمبتدئ من طلاب العلم، هذا الكتاب مخصوص لهم، لأنه يفصل ويفرع المسائل ويبسطها تبسيطا يستطيع الطالب أن يفهمه ويستخرج منه كل المعاني. أولا، الهدف الأول هو الانتفاع لطالب العلم لفروع الشريعة والدين، أي أن يفهم الطالب فروع الشريعة والدين. الشريعة والدين هما
لفظان مترادفان، إذا سمعت الشريعة وإذا سمعت الملة وإذا سمعت الدين كلها بمعنى واحد وهي الدين. وليكون وسيلة لنجاة يوم القيامة. السبب الثاني هو أن تكون هذه الرسالة وكتابة هذا الكتاب من أسباب نجاة المؤلف يوم القيامة. هذا يعني التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال الخيرات، وهذا جائز بمعتقد أهل السنة والجماعة. نعرف الحديث الصحيح الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نفر دخلوا في جحرة أو في غار وانطبقت عليهم صخرة كبيرة، فقالوا نحن ثلاثة ولا يعرفنا أحد ولا يدري أحد بحالنا إلا الله سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن ننجو أنفسنا أن ننجو بأنفسنا من هذه المشكلة إلا بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال صالحة عملناها. فقال أحدهم إنه كان رجل يشتغل عنده موظف وكان له أجرة، ترك هذا الموظف فحفظ له ماله ونماه واشتغل عليه فأصبح المال الكثير لم يأكل منه شيئا. فرجع له الرجل ذات يوم فقال تركت عندك أجرة لي. فقال هذا المال الذي يرعى في هذه الناحية هو مالك. فقال لا تستهزئ بي، أنا أعرف قدر ما تركته عندك. قال نميت لك مالك وأصبح بهذه الكثرة وكلها لك. قال يا الله إن فعلت هذا لأجلك ففرج عنا. فانكشف بعض الحجر، بعض الصخرة انكشفت لم يستطيع أن يخرجوا، فدعا الآخر الثاني أيضا بأنه له كان والدين يحسن إليهما ويطعمهما، فذات ليلة ذهب ليحلب الأنعام، جلب الحليب معه فوصل وكان عنده عادة لم يكن يعطي اللبن لعياله ولزوجته قبل أن يعطي لوالديه، كانت الأولوية للوالدين. فجاء فوجد الوالدين الأم والأب قد ناما فلم يستطع أن يعطي اللبن للأولاد، فقال انتظرت أمام الوالدين حتى يصحي كل واحد منهما، فوصلت إلى الفجر فأعطيتهم في الفجر. قال يا الله إن فعلت هذا لأجلك ففرج عنا. فانكشف بعض الصخرة ولم يستطيع أن يخرج. الثالث قال يعني كان له مال كثير وكانت له ابن عمة جميلة كان يشتهي أن يعمل معها الفاحشة. هذه البنت قالت يعني امتنعت عن فعل المعصية، فدار عليها الزمن وأصبحت فقيرة، كانت محتاجة للمال، ذهبت إليه وسألته بعض المال فاشترط على المال أن يعمل معها الفاحشة، فلم يكن عندها سبب آخر فوافقت. فلما جلس بين شعابها الأربع وأراد أن يفعل معها الفاحشة قالت اتق الله، فوقعت هذه الكلمة في قلبه فقام وتركها وأعطاها المال ولم يسأل أي مقابل لماله، فقال يا رب إن فعلت هذا لأجلك ففرج عنا، ففرج الله عنه. هذه القصة تدل على أن المسلم يستطيع أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح الذي فعله. فلذلك يقول الشيخ هذه
يعني أرجو أن تكون وسيلة لنجاتي يوم القيامة، لأن العلم النافع الذي تنشره وتتركه لغيرك من الصدقة الجارية، من الصدقة الجارية، ونفعا لعباده المسلمين. هذا هو السبب الثالث، أن يكون هذا الكتاب نافعا للمسلمين. هذا النفع ربما يكون لغير سبب التدريس، ربما يأتي تاجر من تجار المسلمين ويأخذ هذا الكتاب ويهديه للآخرين، يتصدق به، يجعله وقفا لطلاب العلم. هذه الأعمال ترجع لصاحبها الكثير من الأجر والثواب. إنه سميع دعاء عباده، أي الله سبحانه وتعالى يسمع دعاء عباده، وقريب مجيب، ومن قصده لا يخيب، أي لا يخيب ظنه، من قصد الله سبحانه وتعالى لا يخسر. وهذه العبارات الثلاثة الأخيرة استخرج منها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه وتعالى عندما سئل الصحابة، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: أندعو الله سبحانه وتعالى ونرفع أصواتنا، أهو بعيد أم قريب فنناجيه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الإجابة عليهم نزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والفاء هنا للتعقيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بهذه الآية، بهذا النص، الله سبحانه وتعالى يوضح للكل أنه يجيب دعوة الداعين. واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية الاختصار. هذا ما أوضحنا فيه في المقدمة. يقول: بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته يوجد تسمية مكتوب عليه اسم الكتاب باسم التقريب، وبعضها يوجد اسم غاية الاختصار، وهما اسمان يعني للكتاب ويعرف بهذه الكتاب، هذا الكتاب، فلذلك سميته باسمين. يقول الشارح: بما أن كتاب الأصل وهو المتن له اسمان، أيضا سميت كتاب الشرح باسمين، أحدهما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار. معنى فتح القريب المجيب أي فتح الله سبحانه وتعالى. القريب المجيب من هو؟ الله سبحانه وتعالى هو القريب وهو المجيب، بنص الآية التي ذكرناها آنفا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فسمى الشيخ كتابه هذا بهذا الاسم في شرح ألفاظ التقريب. والاسم الثاني هو القول المختار، أي القول الذي اخترته في شرح غاية الاختصار، في شرح غاية الاختصار. قال الشيخ الإمام أبو الطيب، ويشتهر أيضا بأبي شجاع، قلنا أبي شجاع وأبي الطيب هما كنيتان لمؤلف المتن، شهاب الدين، شهاب الملة والدين أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني، وربما ترى في بعض الكتب الأصبهاني، وربما ترى أيضا الإصفهاني، وكلا الثلاثة صحيحة، والأقرب للصواب الأصبهاني والأصفهاني. سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان، أي سقى الله سبحانه وتعالى ثراه تراب قبره صبيب الرحمة، أي صب عليه الرحمة والرضوان كما يصب المطر ماءه على التراب. هنا
عبارة من البلاغة بمكان، وهي أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي التراب، وقصده أن يسقي جسد الميت الموجود تحت هذا التراب، لأن التراب ليس شيئا يعني يستحق أن يسقى أو ينتفع به السقاية، يعني المقصود هو أن يعطي الله سبحانه وتعالى الرحمة والرضوان لصاحب القبر وأسكنه أعلى فراديس الجنان، أي أسكنه الله سبحانه وتعالى وأعطاه أعلى الجنان وهي الفردوس. هنا ذكر فراديس أي جمع فردوس، وهو جمع مجازي لأنه لا يوجد أكثر من فردوس واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله سبحانه وتعالى فاسألوه الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى هي جنة واحدة لكن جمعها مجازا أو تغليبا، ولا يوجد إلا فردوس واحد، أي أسكنه الله وأعطاه الفردوس الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ كتابي هذا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية فضل شيخ هذا الحديث يعني يدل ضعف هذا الحديث يدل يعني على شيء، والبسملة ووجودها في بداية كل أمر خير شيء يدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالبسملة الكثير من الأمور، التنعل والتمشط، وكان يحب التيمم، وكان يبدأ البسملة في كل شيء. لذلك البسملة يعني أبدأ بسم الله شيء نأخذه من السنة الفعلية ومن سنة الصحابة، ولا يعني يمكن أن نبعد عن سنيتها بمجرد أن إحدى الأحاديث الواردة في المسألة ضعيف، يعني الكثير من الأحاديث الأخرى تدل على فضل البسملة في بداية كل شيء. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ كتابي هذا بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ كتابي بسم الله سبحانه وتعالى. الله اسم للذات الواجبة الوجود، يعني يشرح كلمة الله وهو لفظ الجلالة بأنه اسم للذات الواجبة الوجود. هناك ثلاثة أشياء: شيء نقول عنه واجب الوجود، وهناك جائز الوجود، وهناك ممتنع الوجود. واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، جائز الوجود هو البشر، يعيشون ويموتون، ربما يوجدون وربما لا يوجدون. ممتنع الوجود هو أن يجتمع الضدان، مثلا أن يجتمع ماء ونار في مكان واحد، هل يمكن أن يوجد الماء ويوجد النار في شيء واحد؟ لا، يطفئ أحدهما الآخر. فاجتماع ضدان ممتنع الوجود، ممتنع الوجود. فيقول للفظ الجلالة اسم للذات الواجبة الوجود، أي الله سبحانه وتعالى وجوده أزلي، لم يسبق وجود الله سبحانه وتعالى انعدام، ولن يسبق ولن يخلف وجود الله سبحانه وتعالى انعدام، فهو موجود وسيظل موجودا إلى أبد الدهر. فوجود الله سبحانه وتعالى أبدي، وجود الله سبحانه وتعالى أبدي، والدليل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والرحمن أبلغ من الرحيم،
الرحمن والرحيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالرحمن رحمته تسع كل المخلوقات من إنس وجن وحيوانات ونباتات وغيرها من كل المخلوقات. والرحيم غالبا يصف العلماء أنها رحمة خاصة للمؤمنين استشرافا من قول الله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. أخذوا من هذه الآية أن الرحيم رحمته خاصة للمؤمنين. الحمد لله هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالجميل الاختياري، الثناء على الله سبحانه وتعالى بالجميل الاختياري، فالله سبحانه وتعالى يستحق كل الحمد والثناء لأنه هو صاحب الفضل في كل شيء، هو صاحب الفضل في كل شيء. يقول: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. إذن قال الثناء على الله سبحانه وتعالى بالجميل على جهة التعظيم، على جهة التعظيم، أي لا يوجد أعظم من الله يستحق الحمد. رب العالمين أي مالك العالمين، أي مالك العالمين. الرب هو المالك. العالمين بفتح اللام، العالمين بفتح اللام معناه وهو كما قال ابن مالك اسم جمع خاص بمن يعقل. هناك تفرقة للشيخ، الشيخ يفرق بين العالمين وعالم. عالم يقال كل ما سوى الله سبحانه وتعالى عالم، الإنس والجن والمخلوقات كلها عالم. أما لفظ العالمين فهذا يعني يسمى بمن يعقل، خاص بالعقلاء من الإنس والجن. فقال هو اسم جمع. ما هو اسم جمع؟ نعرف الاسم والفعل والحرف، ونعرف أن الاسم ربما يكون مفرد مثنى جمع، هذه معروفة. اسم جمع هو الاسم الذي لا يوجد له مفرد. أعطيك مثال: الإبل، ما هو مفرد الإبل؟ لا يوجد مفرد. النساء، ما هو مفرد النساء؟ المرأة كلمة يعني أخرى، لا يوجد مفرد يعني النساء، النعم، الغنم، الخيل، الإبل، العالم، الرهط، النفر، الجيش، الجند، كلها أسامي نطلق عليها اسم جمع، يعني هذا الجمع ليس له مفرد. فنقول العالمين هو اسم جمع لا يوجد له مفرد، وهو خاص بمن يعقل، وليس مفرده عالم بفتح اللام، ليس مفرده عالم بفتح اللام، لأنه عام، لأن العالم عام يدخل فيه العقلاء وغير العقلاء من ما سوى الله سبحانه وتعالى، اسم لما سوى الله سبحانه وتعالى. والجمع خاص بمن يعقل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي. بعد أن ذكر المؤلف هذه المقدمة، صلى على نبينا، على سيدنا محمد الرسول النبي، على سيدنا محمد النبي. هذه الجملة وصلى الله على سيدنا محمد معناها وأصلي على سيدنا محمد، يعني لا ليست جملة يتحدث بها عن يعني فعل آخر، هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: الصلاة
من الله سبحانه وتعالى على نبيه هو الثناء والتعظيم. إذا صلى الله سبحانه وتعالى على نبيه فمعناها الثناء والتعظيم، وإذا صلى الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الاستغفار للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى المؤمنون على النبي صلى الله عليه وسلم فمعناها أنهم يدعون للرسول صلى الله عليه وسلم، أي بمعناها الدعاء. قل يعني الجملة الأخيرة صح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله معناها الثناء، الثناء والتعظيم، معناها الثناء والتعظيم. ومن الملائكة، ومن الملائكة معناها الاستغفار. ومن الآدميين أو البشر معناها الدعاء. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالله سبحانه وتعالى صلاته صلاة ثناء وتعظيم، وصلاة الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم طلب استغفار، وصلاة البشر هي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي، لفظ النبي يمكن أن يأتي بالهمزة ويمكن أن يترك الهمزة، ممكن أن نقول نبي، يعني نبي بمعنى النبي، هو بالهمزة وتركه، بالهمزة وتركه، وكلاهما صحيح. فالنبي بمعنى مصدرها النبأ، وهو الخبر، هو الذي يخبره الله سبحانه وتعالى بما يريد من أحكام، فاسمه النبي. والنبي بمعنى، والنبوة بمعنى الرفعة، الرفعة والمكانة والرتبة العالية. فيعرف النبي ويقول: إنسان أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. من هو النبي؟ هو الذي أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. فمثلا آدم عليه السلام أوحى الله سبحانه وتعالى لآدم، هل آدم رسول؟ آدم نبي وليس رسولا، بل الكثير من أنبياء بني إسرائيل كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا، كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا. فأول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل نوح عليه السلام. فيقول النبي هو إنسان ليس ملائكة، هو إنسان أوحي إليه بالشرع يعمل به، أي ينفذ هذا الشرع وإن لم يؤمر بتبليغه. ربما دعوته خاصة به وبأهل بيته، لم يؤمر أن يدعو الناس إلى هذه الدعوة. فإن أمر بتبليغه، فإن أمره الله سبحانه وتعالى تبليغ هذه الرسالة، فنبي ورسول أيضا، يأخذ هذه الصفتان. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ أصبح النبي، وعندما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه سورة المدثر أصبح رسول، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، أوصل هذه الرسالة لغيرك من البشر. فهذا تكليف على أن يكون رسولا من الله سبحانه وتعالى. والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه: ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضعف، مفعول المضعف. يقول: والمعنى ينشئ الصلاة والسلام عليه، يعني لا يقول الشيخ المؤلف، لا يقول
الصلاة والسلام على رسول الله فقط، لكنه يقول أنا أصلي وأسلم على رسول الله، المعنى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، أي أصلي وأسلم على سيدنا محمد، هذا هو المقصود. ومحمد علم، أي اسم علم منقول من اسم مفعول المضعف. المضعف، المضعف هو عندما تكون الشدة على فعل، على عين الكلمة، نقول حمد يحمد محمدا، محمدا. فاسم محمد هو علم منقول من اسم مفعول المضعف. ولذلك كانت الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثر فيها تسمية اسم محمد على الكثير من أبناء المسلمين، حتى بعض العوائل يوجد الأب والابن والجد باسم محمد. مثلا الإمام الغزالي اسمه محمد ابن محمد ابن محمد. يعني من الطريف في بعض مناطق الصومال ربما تجد محمد محمد محمد، يعني غيروا بعض الشيء على لفظ محمد، وهذه ثلاث محمدات يعني مع بعض. والنبي بدل منه، يعني محمد النبي، محمد النبي أي صفة محمد هو أنه نبي، أنه نبي بدل منه. أو هو عطف بيان، هو عطف بيان. وعلى آله الطاهرين، أي آل النبي صلى الله عليه وسلم، أصلي وأسلم أيضا على آل النبي صلى الله عليه وسلم. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بني هاشم، آل النبي بني هاشم وعبد المطلب. إذا قلنا آل النبي يختصرون على بني هاشم وبني عبد المطلب، فعائشة هل تدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ أنت حددت آل النبي صلى الله عليه وسلم ببني هاشم وعبد المطلب فقط، فكيف تدخل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآل؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن، قال في القرآن آل بيت النبي، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الآل، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية تدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول آل النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين، آل بالنسب وآل بالسكنى، آل بالنسب وآل بالسكنى. جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف كان له أربعة أبناء، كان له أربعة أبناء. الأول كان هاشم وعبد المطلب وعبد الشمس ونوفل. هؤلاء الأربعة كانوا من أبناء أو كانوا من ذرية عبد مناف. فاثنين من هؤلاء هم الآل، والاثنين الباقين ليسوا من الآل، ليسوا من الآل. هناك حديث أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات. الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة على المسلمين وأعطى آل بيته جزء من هذه الغنيمة، فقال أعطيت بني عبد المطلب بني المطلب وتركتنا، أي أعطيت بني المطلب وبني هاشم
ولم تعطي بني عبد مناف وبني نوفل وعبد الشمس. وبالمناسبة نوفل يعني ذريته عثمان بن عفان، من ذرية نوفل عثمان بن عفان، والأمويين كلهم ينتسبون إلى عبد الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، شيء واحد. وفي رواية: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، يعني كانوا خدموا الإسلام في الجاهلية كما خدموا الإسلام في الإسلام. فأبو طالب وأهله كانوا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار، فلذلك خص الرسول صلى الله عليه وسلم ببني هاشم وبني المطلب بأنهم يعني من آل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز أن يأخذوا الصدقة، لكن يمكن أن يقبلوا الهدايا. وآل بيته وآله الطاهرين، وآله الطاهرين. قال الإمام الشافعي: أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، أي من حيث النسب، من حيث النسب. وقيل واختاره النووي: إنهم كل مسلم. بهذا المصطلح الإمام النووي اختار أن الآل هنا معناه كل مسلم، لأن المسلمين كلهم يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاعتقاد والمتابعة. ولعل قوله الطاهرين منتزع من قوله تعالى: ويطهركم تطهيرا. الله سبحانه وتعالى عندما كان يتحدث عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فانتزع وأخذ من هذه الآية أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرين المطهرين، فقال الطاهرين. وعلى صحابته، أي جمع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى صحابي، وصحابته أجمعين أي كلهم، كلهم. وهنا تأكيد لصحابته. ثم من هو الصحابي؟ دعونا نعرف الصحابي. صح، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن في حياته ومات على ذلك، ومات على ذلك. ويمكننا أن نقول هناك يعني تعريف للصحابي: من اجتمع بمحمد بعد نبوته، أي يفرق، إذا اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فهذا لن يكون صحابي. من اجتمع بمحمد بعد نبوته في حال حياته، أي وهو حي وهو مؤمن، إذا كان كافرا وأسلم بعد وفاة الرسول لن يكون صحابي، وهو مؤمن اجتماعا عرفيا ولو غير مميز، ولو كان طفلا صغيرا مع والده إذا اجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مارا أحدهما على الآخر ولو نائما، حتى لو مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو مر هو على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وهو مسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابي، يسمى صحابي. ولذلك يخرج الكثير من المرتدين ومن لم يسلموا إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجون من هذه الصفة. يقول: سألني بعض الأصدقاء، سألني بعض الأصدقاء. الأصدقاء جمع صديق، جمع صديق، ويقال صاحب ويقال زميل، كلهم تعني بنفس المعنى. سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى، هذه جملة دعائية يدعو لأصحابه أن يحفظهم الله سبحانه وتعالى
من كل سوء. أن أعمل مختصرا، ما هو المختصر؟ هناك هنا عرف ما هو المختصر، هو ما قل لفظه وكثر معناه. الكثير الكتاب الذي يكثر فيه كلماته لا يسمى مختصرا، أما المختصر هو الكتاب الذي يعني يختصر على ألفاظ قليلة تحمل معان كثيرة، هو ما قل لفظه وكثر معناه. في الفقه، وما هو الفقه؟ عرفنا في الدرس السابق، هو لغة الفهم واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وشرحناها في الدرس السابق. على مذهب الإمام، مذهب الإمام يعني الإمام محمد بن إدريس الشافعي، يقول الأعظم، الإمام الأعظم المجتهد. كان الإمام الشافعي قد وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، كان مجتهدا مطلقا، فيقال عنه الإمام الأعظم المجتهد، ناصر السنة. ناصر السنة يعني هو ناصر ودافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال الإمام الشافعي لما ذهب إلى العراق كانت العراق على مذهب الإمام أبي حنيفة، وكان يكثر في العراق فقهاء ينتسبون إلى مدرسة الرأي والمتكلمين، فكان الإمام الشافعي هو الوحيد الذي وصل إلى هذه المنطقة، وكان صاحب حديث وفقه، فقالوا أهل الحديث لا يفهمون الفقه، عندهم جمود ولا يستطيعون أن يفهموا المسائل وفروعها وأصولها، لا يفهمون ذلك. فأتوا إلى الإمام الشافعي فوجدوا منه العلم الكثير، لأن الإمام الشافعي قد جمع الحديث والفقه واللغة، كان يعني بحرا إن صح التعبير. فقال، فيقال ناصر السنة، هو ناصر ودافع عن السنة النبوية. أبي عبد الله، وهذه كنيته، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، هذا هو جده ابن شافع، لذلك سمي الشافعي نسبة إلى جده. ولد بغزة، ولا زالت مدينة غزة تخرج لنا الأبطال، يعني هذا الإمام من أبناء غزة من فلسطين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها ظلم الظالمين. ولد هذا الشيخ في مدينة غزة سنة 50 و100، أي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب140 عاما. متى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ متى توفي؟ في أي سنة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 11. أها، 11، السنة 11. فلذلك هذا الإمام الشافعي ولد 150، يعني كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب140 تقريبا أو 139 تقريبا. ومات رحمه الله تعالى ورضوانه يوم الجمعة سلخ رجب، أي بداية رجب، أي آخر يوم في رجب، سلخ رجب آخر يوم في رجب سنتها 400، عاش هذه المدة يعني تقريبا 54 سنة. هناك من عاش 60 سنة 70 سنة من الأمة ولم يترك للمسلمين شيء، إمام الشافعي عاش 54 سنة فقط وترك للأمة هذا الكنز الثمين. الأمة ما زالت تدعو له بالخير وهو في قبره، هذا هو ما يتنافس فيه المتنافسون. ووصف المصنف، أي مؤلف هذا الكتاب، وصف
مختصره، أي مختصر أبي شجاع، بأوصاف منها أنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. وصف الإمام أبي شجاع كتابه مختصر غاية الاختصار، أي منتهى الاختصار ونهاية الإيجاز، أي منتهى الإيجاز، والإيجاز هو ما يوجزه الإنسان، ما يوجزه الإنسان ويختصره ويختصر معانيه. يقال الاختصار من حيث اللفظ، والإيجاز من حيث البلاغة، من حيث البلاغة. والغاية والنهاية متقاربان، اللفظان الغاية والنهاية متقاربان، وكذا الاختصار والإيجاز، وكذا الاختصار والإيجاز. ومنها أنه يقرب على المتعلم لفروع الفقه درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. كان من دأب العلماء عندما يبدأ الطالب دراسة علم يبدأ بمتون هذا العلم، فيحفظ متن العلم حفظا عن ظهر قلب، فيسهل للطالب أن يدرس مسائل هذا الفن ويحفظ متونه ويستطيع أن يستحضره، يستطيع أن يستحضره. بهذا المعنى كان العلماء يجتهدون أن تكون دروسهم بهذه السهولة. فتجد المتون غالبا عندها تفريع للمسألة ولا تتطرق إلى أدلة المسألة، المسألة بأدلتها لطالب العلم المتوسط، أما المبتدئ فلا بد أن يركز على تفريعات المسألة ويحفظ ما استطاع أن يحفظه من المتن. فقال يسهل على المبتدئ حفظه، أي استحضاره عن ظهر قلب، عن ظهر قلب، أي استحضاره عن ظهر قلب. لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه، هذا الكتاب ألف لسبب أن يحفظ به من أراد حفظ مختصر في الفقه. وسألني أيضا بعض الأصدقاء، أي أصدقاؤه أيضا اشترطوا عليه تأليف كتاب بمواصفات خاصة، بمواصفات خاصة. مثلا سألوه أن أكثر فيه، أي المختصر، من التقسيمات. قالوا كثر في هذا المختصر التقسيمات والتفريعات للأحكام الفقهية. يعني يسأل الطالب شيخه أن يكتب كتابا يذكر المسألة ويذكر تقسيمات المسألة، أقسام المسألة وفروعها وأحكامها. ومن حصر أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة وغيرها. مثلا يأتي إلى كتاب الطهارة أو كتاب، مثلا كتاب موضوع الوضوء، فيقول موجبات الوضوء هذه، مبطلات الوضوء هذه، وسنن الوضوء هذه، هذه التفريعات سأله الطالب أن يذكر الشيخ في هذا الكتاب. فأجبته إلى سؤاله، أي قبلت منه هذا الطلب طالبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، أي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعطيني ثواب ما أؤلف به من هذا الكتاب، جزاء على تصنيف هذا المختصر، هذا المختصر، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على تمام هذا المختصر، أي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على إتمام هذا الكتاب. هذه مقدمة، وغالبا العلماء يكتبون مقدماتهم في بداية تأليف الكتب، لذلك يسأل الله سبحانه وتعالى الثواب
على ما يؤلفه من كتاب، ويسأل الله سبحانه وتعالى ويرغب أن يعينه على فضله على إتمام هذا المختصر وفي التوفيق للصواب. أيضا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما فيه الحق والصواب، لأن الإنسان معرض للخطأ، لأن الإنسان بدون توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته معرض للخطأ، وهو ضد الخطأ. إنه تعالى على ما يشاء قدير وبعباده خبير، أي قادر، وبعباده لطيف خبير، أي لطيف خبير بأحوال عباده. لفظ اللطيف ولفظ خبير لفظان يشتركان بمعنى، ويقول والأول اللفظ الأول وهو اللطيف مقتبس من قوله تعالى الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، هذا هو اللفظ الأول مقتبس من الله لطيف بعباده. واللفظ الثاني من قوله تعالى وهو الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير. واللطيف والخبير اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. معنى الأول العالم بدقائق الأمور، أي بصغائر الأمور ومشكلاتها، ويطلق أيضا بمعنى الرفيق، يعني يرفق بعباده، يرحم عباده. الرفق هو ضد القسوة والشدة. فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم، رفيق بهم. الله سبحانه وتعالى يعلم عباده بأحوالهم ومسائلهم. ومعنى الثاني قريب من معنى الأول، ويقال خبرت الشيء أخبره، أي أعرف هذا الشيء معرفة كاملة بدقائقها وتفاصيلها، فأنا خبير به، أنا أعرف هذا الشيء معرفة تامة، أي عليم. بإذن الله تعالى ننتهي الدرسنا إن شاء الله بهذا القدر، ونبدأ في درسنا القادم بإذن الله تعالى من كتاب أحكام الطهارة. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.